معنا هاتفيا الآن الكاتب الصحفي الدكتور أسامة سعيد نائب رئيس تحرير الأخبار. دكتور أسامة، ردود الفعل من العواصم الكبيرة أو المهمة أو المؤثرة جاءت في صالح قرارات الرئيس قيس سعيد بشكل أو بآخر، رأينا ذلك من واشنطن، لندن، روما، باريس وغيرها، أيضا تكتلات كبيرة كالاتحاد الأفريقي مثلا، كجامعة الدول العربية جاءت مؤيدة لهذه القرارات. إذا نحن تخطينا مسألة رد الفعل الدولي على قرارات قيس سعيد. بداية تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد الرد الفعل الدولي مسألة ضرورية ومهمة في مثل هذه القرارات الحاسمة، وأعتقد أن كثير من العواصم الدولية والقوى الإقليمية والدولية تتعامل بحذر شديد في تقييمها لردود الفعل إزاء القرارات الحاسمة واللحظة المفصلية التي تعيشها تونس حاليا. لكن بالتأكيد هذه الردود، ردود الفعل الدولية، لم تأتي من فراغ، لأنه في النهاية هناك إدراك وهناك تقديرات مواقف في العديد من هذه العواصم، يدرك حجم أو حالة الشلل السياسي الذي كانت تعيشه تونس، يدرك حالة التدهور الاقتصادي الذي عانت منه البلاد على مدى سنوات عديدة، يدرك تردي العديد من مرافق الدولة خاصة المرافق الصحية والمرافق الأمنية، ورأينا العديد من الأزمات التي عاشتها تونس خلال جائحة كورونا، لدرجة أن هناك معدلات وفاة عالية للغاية حتى على المستوى العالمي. وبالتالي هذه العواصم الدولية تدرك أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لم تأتي من فراغ، ولم تأتي في محاولة للسيطرة أو الاستيلاء على السلطة أو في محاولة لإبعاد حركة النهضة، وإنما جاءت كمحاولة لإنقاذ البلاد من هاوية حقيقية. وهي في النهاية دكتور أسامة استخدام لحق الرئيس في سلطاته، في ممارسة سلطاته حسب الدستور، يعني الرجل لم يخالف الدستور وهو رجل قانون في النهاية. بالتأكيد، وهذا أيضا بعد مهم جدا في تقييم مواقف العواصم الدولية. العواصم الدولية تتعامل مع الموقف بتأني، أدركت أن الرئيس التونسي استخدم حقه المنصوص عليه في الدستور بموجب المد، استخدم الصلاحيات المكفولة له لينقذ بلاده من حالة التردي الواضحة على كل المستويات، وبالتالي هو لم ينقلب كما تدعي جماعة الإخوان دائما، وهذا هو الاتهام الجاهز والمعلب. أي محاولة للتغيير أو أي محاولة للتصدي لمشروع التمكين الذي تقود هذه الجماعة في أكثر من دولة، وبالتالي هذا الرجل تعامل بموجب الصلاحيات القانونية، أعلن مرارا وتكرارا وأكد هذا في أكثر من مناسبة أنه يحترم الشرعية الدستورية، أنه يحترم القانون، أنه سيعيد، أنه يتعامل مع الموقف لتعزيز الحريات، أن هذه القرارات المهمة هي إعادة تصحيح لمسار الثورة التونسية التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، وبالتالي هو يعيد بالفعل مسار الثورة التونسية الذي اختطف على يد جماعة النهضة وحزب النهضة وعناصرهم والموالين لهم لتحقيق مصالح الجماعة ومشروع التمكين. وبالتالي أعتقد أن دول كبرى مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد، حتى منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، تدرك تماما أن الوضع في تونس كان يسير من سيء إلى أسوأ، وبالتالي لم يكن استطاعة الرئيس التونسي كقيادة وطنية لهذه البلاد أن يقف مكفوف الأيدي أمام هذه التدهورات المستمرة على كل المستويات وكل الأصعدة. وبالتالي أعتقد أن هذا يترجم، لن أقول حالة رضا دولية عن هذه القرارات، ولكن على الأقل حالة تفاهم دولي للضرورة التي دفعت الرئيس التونسي لاتخاذ مثل هذه القرارات. مغاربيا ردود الفعل جاءت إلى حد ما جيدة من المغرب، وإلى حد ما مطمئنة من الجزائر أيضا، وربما هذا يساعد الموقف التونسي. بالتأكيد، وهذا أيضا مسألة مهمة للغاية. تونس دولة مهمة مؤثرة في الإقليم المغرب العربي، ترتبط بعلاقات وثيقة مع عدد من الدول المجاورة لها، لديها علاقات ودية مع الجزائر، مع ليبيا، مع المغرب العربي، وبالتالي مهم جدا أن يكون الجيران متفهمين لطبيعة ما حدث. يمكن الأكثر أهمية بالنسبة للمراقبين للموقف هو الموقف في ليبيا، لأنه هناك ميليشيات إخوانية موجودة على الأراضي الليبية. هذه الميليشيات أعلنت الاستنفار بشكل واضح عقب قرارات الرئيس التونسي، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنسيق ما بين القيادتين في كل من ليبيا وكل من تونس لضبط الحدود. نعلم تماما أن الحدود التونسية الليبية للأسف الشديد تحت سيطرة الميليشيات في ليبيا، وبالتالي هذا يمثل خطر حالي على تونس. وأعتقد أن ترحيب قيادة القوات المسلحة الليبية بقرارات الرئيس التونسي مسألة مهمة للغاية، لأنه ده قد يساهم
بشكل فعال في ضبط الحدود وفي وقف تدفق. وربما الخاصرة الليبية بالنسبة لتونس هي المهمة الآن دكتور أسامة، كما تفضلت يعني رئيس مجلس السيادة الليبي أعلن أنه ضد إجراءات قيس سعيد، وهذا يؤشر ربما إلى تحركات ربما يخشى منها من الجانب الليبي، وهو الرجل المحسوب على في النهاية على الإخوان المسلمين للتوضيح. يعني هو ده مسألة متوقعة ومفهومة، لأنه هناك في معادلة الحكم في ليبيا من هم منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وبالتالي متوقع تماما أن يكون الموقف هو موقف رافض لقرارات الرئيس التونسي. لكن في النهاية الغالبية العظمى من معادلة الحكم في ليبيا، القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت دعمها ومساندتها للتخلص من هذه الجماعة الإرهابية. أعتقد أيضا أن الرأي العام الليبي والرأي العام في كل دول المغرب العربي ويمكن حتى في الوطن العربي بالكامل مرحب تماما بهذه القرارات، لأنه يدرك حجم الثمن الفادح الذي تدفعه الأوطان نتيجة سياسات هذه الجماعة الفاشية ونتيجة انتهاكاتها للقوانين والدستور. هذه الجماعة تستخدم شعار الديمقراطية وشعار القوانين والدستور فقط للوصول إلى الحكم، حتى إذا ما وصلت للحكم تستخدمه لصالح مشروع التمكين، ولا يهمها بأي حال من الأحوال الأوطان بأي تمكين. أشكرك جزيلا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير الأخبار.